هنا في ظل كالحاني أقمنا لمجد العلم يا يرموك دارا مباركة الرحاب نصون فيها غدا الأردن عزا وانتصارا ونغزل من ضفائرها بنودا ترف على المدى نورا ونارا ونكتب في دفاترها بلادي سلمت لنا وللدنيا منارا ومن منارة العلم ومقصد العالمين العارفين في يرموكنا العريقة نرحب الآن بعطوفة الأستاذ الدكتور زيدان كفافي رئيس جامعة اليرموك لإلقاء كلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام والمرسلين سعادة الدكتور طلال أبو غزال الأكرم راعي الحفل أصحاب العطوفة والسعادة أيها الحضور الكرام بعد السلام أبدأ الكلام وكلامي يبدأ بالشكر لمن يستحق الشكر سعادة الدكتور طلال أبو غزالة لرعايته حفل تكريم الأوائل من خريجي جامعة اليرموك خريجي الفوج الأربعين كما أتقدم بالشكر أجزله لنادي خريجي جامعة اليرموك ممثلاً بالدكتور عصام العزام على تنظيمهم لهذا الحفل ودعمهم المتواصل لجامعتهم جامعة اليرموك وللدكتور عصام أياد بيضاء في كثير من هذه الأشياء اليوم يختلف عن باقي أيام السنة حيث يجلس أمامنا ثلة من أبناء الأردن وهم عدة المستقبل وأمل البلاد متميزين أو متميزون بعلمهم وأخلاقهم هم أقسموا على اليرموك بأن يكونوا الحصن الحصين لجامعتهم جامعة اليرموك فزودتهم جامعة بزاد المعرفة ليدخلوا إلى حياة العمل وهم رافعي راية اليرموك لقد دخل هؤلاء الخريجين إلى جامعة اليرموك قبل 4 سنوات وربما أقل وربما أكثر محملين بطموح التميز في دراستهم وها هم قد حققوا هذا الطموح لكنهم اليوم يخرجون من نفس الباب الذي دخلوه يخرجون إلى حياة جديدة مفعمة بأمل العمل وتأسيس حياة جديدة طبعاً هذا لا يتأتى بالأمان بل يأتي باكتساب المهارات إلى جانب العلم والمعرفة ولنا في هذا اليوم مثالين المثال الأول سعادة الدكتور طلال أبو غزالة الذي يجلس بيننا الآن وأيضاً سعادة الدكتور عدنان أمجلي الذي سمي هذا الفوج من الأوائل باسمه أيها الحضور الكرام يشهد العالم هذه الأيام تطورات وابتكارات علمية سريعة جدا تفوق قدرة الإنسان على متابعتها فمنذ الثورة الرقمية ونحن نطارد كل يوم معلومة علمية أو اختراع جديد فإن ما نحتاجه اليوم من وظائف قد لا نحتاجه
بعد سنة أو أقل. الكل يراهن على اختفاء بعض المهن الحالية نتيجة للتطورات السريعة والحاجات الحياتية الجديدة. فمن كان منا يملك جهاز الهاتف النقال قبل 30 عاماً على سبيل المثال؟ أذكر أنه في نهاية التسعينات القرن الفائت وكنت عضواً في مجلس العمداء وكان منا أو أي منا يحمل جهاز الجوبجاب مترولا أحطه قدامه على الطاولة وكنا نطلع عليه. اليوم أين المترولا من الهواوي ولا من الآيفون والسامسونج؟ الأمور كلها تطورت، لكن أين نحن من هذه الابتكارات والاختراعات وهذه المنجزات العلمية؟ نأمل أن نكون أن نخطو إلى الأمام لا أن نرجع ونعود إلى الخلف كما قال أخي وصديقي دكتور سلطان، من المرتبة الأولى يا بنتي إلى المرتبة السادسة أو السابعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الفضليات والفضلاء الكرام، لم يعد الحصول على العلم والمعرفة حكراً على أمة دون الأمم الأخرى، إذ تتيح وسائل الاتصال الحديثة لكل من يرغب بتطوير حصوله العلمي الوسائل والإمكانات للوصول إليها. وهنا أقول أننا أصبحنا في عصر عولمة العلم والمعرفة، ومن هنا فإنني أرى في أوائل خريجي جامعة اليرموك الفوج الأربعين وغيرهم من الخريجين شابات وشبابا من هم على مقدرة عالية، ليس فقط في عبور برزخ الحياة اليومية، لكن في أن يكون عالما متميزا يشار إليه بالبنان. مرة ثانية أهنئكم وأهنئ أولياء أموركم وأهنئ نفسي وجامعتكم جامعة يرموك، وأدعو لكم بدوام التوفيق والنجاح والتميز. واليوم يفتح لكم الوطن ذراعيه مرحبا بكم سواعد قوية تبني وطن الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحفظكم الله سيدي. شكراً للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة جامعة اليرموك على هذه الكلمة الطيبة. أيها الحضور البهي، إن أقوى سلاح في الدنيا ليست أسلحة الفانتوم ولا الدبابات ولا القنابل كما ذكر راعي الحفل طلال أبو غزالة، لأنها أسلحة مدمرة ومخربة قد تجعله مسيطراً فقط. ولكن يمكن القول إن أقوى سلاح للمرء هو المحبة، وكيف يكون محبوباً أكثر من أن يكون عظيماً، وأن يدرك أن التعب هو طريق النجاح والراحة، فمن يتعب في نهاره يرتاح في ليله، ولا يأتي النجاح من تقليد الآخرين، لأن في التقليد تأخير لا تقدم. لذا يجب على المرء أن يفكر كيف يتفوق على من هو ناجح في مشروعه الجديد. وحسبنا في طلبتنا الأوائل أن يكون هذا نهجهم ومنهاجهم. والكلمة الآن لسعادة راعي الحفل الدكتور طلال أبو غزالة الذي باحث بتلك النصائح، وسيمتعنا بكلمات ونصائح جديدة رائدة تتبصر معها ألبابنا وتنار بها بصائرنا، فليتفضل مشكوراً. مسيكم بالخير.
قبل أكثر من نصف قرن كنت في نفس الموقف الذي فيه يكرم خريجونا المتفوقون اليوم، وكنت أيضا مثلكم متفوقا، تخرجت بالتفوق وامتياز. ولكن أود أن أنبهكم أن عملية الدراسة والامتحان لم تنتهي بالنسبة إلي، ولم تنتهي بالنسبة إليكم بالحصول على شهاداتكم الأكاديمية. في الجامعة وفي المدرسة نحن ندرس ونجلس الامتحان والنجاح. ابتداء من اليوم سنجلس للامتحان ونتعلم الدروس ونحقق النجاح. العملية لن تنتهي، عملية الدراسة والجلوس للامتحان مستمرة ومفروض أن تستمر ما دام الإنسان حيا. أنا أسألك كثيرا شو بتسمي حالك؟ أقول تلميذ، تلميذ دائم، لأنني في هذه الحياة أدركت من اليوم الأول لتخرجي أنني في الصباح التالي سأجلس الامتحانات، امتحان في كل شيء، في حسن التصرف، في التعلم، في إنشاء مشروع، في الدخول في منافسة. أنت تمتحن وتنجح منها أو تفشل، والحالتان مفيدتان، الفشل والنجاح هما طرفا جسر واحد. الفشل يوصلك إلى النجاح، لأنك من خلال الفشل تتعلم كيف تستطيع أن تحقق نجاحا بأن تتبع أسلوبا أفضل، والنجاح قد يؤدي بك إلى الفشل إذا لم تدرك أن الحفاظ على النجاح والتفوق هو الأساس على الحفاظ على النجاح. فإذا نحن في مدرسة دائمة في الحياة، وفي تعلم مستمر، وفي امتحان مستمر، وفي نجاح وفشل مستمر. ونعمة المعرفة أنها، وأنا دائما أشبه المعرفة ببحيرة في محيط من الجهل. المعرفة بقعة صغيرة. القرآن قال سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى ما نعرفه من العلم الآن هو القليل. هذه البحيرة المعرفة إذا شبهناها، ويحيط بها قارات من الجهل الذي لا نعرفه. والجميل في هذا الوضع أنه كلما اتسعت هذه البحيرة زادت شواطئها مع عدم المعرفة، مع الجهل. فكلما تعلمنا أدركنا كم قليلا نحن نعرف. هذا ما أريد أن تحفظوه، صدقوني. أنا أتكلم من عمر 81 سنة، كل يوم أزداد معرفة بجهلي، وأسعد بذلك، لأن عندي فرصة لأن أتعلم ولأن أدرك وأضيف مدارك جديدة إلي. من يشعر بأن دوره في المعرفة وفي التعلم انتهى بالتخرج له مني الشفقة. لا أقول أكثر من ذلك، إنما من تعلم يدرك أن العلم عملية مستمرة لا تنتهي، والعلم يتمارس بطرق مختلفة في الحياة كما قلت. تجلس الامتحان ثم تتعلم منه وتحصل على التجارب لتحقيق النجاح. لذلك، وأنا لا أريد أن أطيل، أريد أن أقول
أولا أنا فخور وشاكر جدا لهذه الدعوة الكريمة من معالي الدكتور زيدان الكفافي الذي كرمني بأن دعاني إلى هذا المكان، إلى هذه العلامة العظيمة في مسيرتنا التعليمية جامعة يرموك، وأنني وقعت معه قبل قليل اتفاق للتعاون بين طلال أبو غزال العالمية وجامعة يرموك. وأود أن ألبي طلباً سمعته بأننا ضمن هذه الاتفاقية سننشئ في الجامعة مركز طلال أبو غزال المعرفي، هذا المركز سنزوده بأحدث التقنيات الأجهزة وأحدث البرامج وبخط إنترنت سريع ومجاني. الإنترنت اللي بتستعملوه الآن من المزودين جيد، ولكننا أنشأنا خطاً خاصاً لنا نحن مزودو أنفسنا منذ 20 سنة، ونحن نملك خط الإنترنت خاص نتصل به مباشرة إلى مركز الإنترنت العالمي، وفيه سرعة وجودة وأمان أكثر من الإنترنت الموجود. وباعتبار أننا اشترينا خط إنترنت أي أننا مزود، نستطيع أن نقدمه للاستعمال المجاني. مش يسجل، ينفذ أحسن من التسجيل. أنا أيضا أود أن أنتهز الفرصة لأحيي الصديق العزيز الدكتور سلطان العرابي الذي رافقته إلى لعقود وعملنا في كثير من المجالات سويا، وأشكره على رعايته لهذه الجمعية، جمعية خريجينكم، وأحيي رئيسها الدكتور الذي أكرمني بأن دعاني إلى هذا اللقاء وأن جهز هذا الاحتفال الذي نحن به الآن. ملاحظة أخيرة أود أن أقولها أيضا لألبي رغبة عند سعادة رئيس الجامعة، أقول أنني أود أن أبشركم بأننا لأول مرة في تاريخ الأمة العربية صممنا وصنعنا وأنتجنا أجهزة لابتوبس وتابلتس عربية أردنية لاستعمال العالم كله. هذا الإنتاج نزل إلى الأسواق هذا الأسبوع، وهو على أعلى مستويات التقنية، أي أننا ليس فقط نضاهي أو ننافس أبل وسامسونج وداي وغيرها وهواوي، إنما نتفوق عليها تقنيا ومن حيث المواصفات وبنصف السعر لسببين. السبب الأول أننا أدركنا بالدراسة، لأنني قلت أنا تلميذ، كيف أصبحت أبل قيمتها تريليون أي 1000 مليار؟ ما عندها شيء إلا بتبيع أجهزة. إذا حدا بيعرف أنه أبل تعمل شيء تاني أرجو أن يعلمني. أبل تنتج أجهزة كمبيوتر وموبايلات، ونحن نصنع الآن موبايل للمناسبة، الآن في مرحلة التصنيع.
من هذه المنتجات حققت هذا الربح بأنها تضيف إلى سعر الجهاز ما بين 50 و70% هامش ربح. هذه قوة الإبداع والاختراع وقيمة الإبداع التي تكلم عنها الدكتور. لذلك هذا السبب الأول، استطعنا أن نلغي هذا الهامش من الربح ونكتفي بهامش رمزي بسيط. والسبب الثاني أننا نستطيع ذلك لأن هذا الإنتاج من قبل طلال أبو غزالة للتقنية ممول ومدعوم من مؤسسة طلال أبو غزالة فاونديشن التي هي مؤسسة لدعم العمل الاجتماعي. لهذين السببين استطعنا أن ننتج أحسن من وأرخص من وصناعة عربية كاملة من بداية المواصفات إلى الإنتاج بكل ما فيه. في هذه المناسبة وأنا هنا أحيي الخريجين لأني أنا خريج تلميذ، وأقول لأستاذي عصام التميمي أنت أحسنت بأن أقمت هذا المشروع الهام ليرد يستمر ارتباط الخريج بجامعته، ليس فقط ليستمر اجتماعيا بل ليدعم الطلبة ويدعم الجامعة. بارك الله فيك أستاذي العزيز، شكرا لك على ترتيب هذا الحفل.